شكراً لأنك تساعد على انتهاء الفيروس. يحاول هذا المقهى التصدي لحالة التشكيك والخوف من اللقاح باعتباره هو السلاح الوحيد المتاح لمواجهة كورونا، فبادر بكتابة لافتة على باب المقهى يقدم من خلالها قهوة مجانية لمتلقي اللقاح في مسعى لنشر الوعي في ظل تزايد الإصابات. احنا هاي مبادرة انه نقول ندفع العالم ونشوف الأعداد اللي قاعد تزايد يوم على يوم، هي فشي بسيط بس حتى نساهم جزء من تثقيف وبناء هذا المجتمع وإنقاذ البشرية. خلينا نقولها بصراحة، أنا أشوف أنه مجتمعنا بصورة عامة واحدة من أسباب انتشار المرض كان هو قلة الثقافة الصحية اللي موجودة بالمجتمع. هذه المبادرات وغيرها سواء كانت يعني من خلال مقهى، من خلال اي جانب، سواء كان حتى نقدر نقول جانب الفنية تقدر تتدخل بالامور غيرها، هاي كلها تساعد في 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 زيادة الوعي الصحي للناس وللمجتمع. بالتالي يعني اكيد مردودها راح يكون ايجابي وراح تشجع على الاقل نقول 50% من رواد هذه الاماكن. اي حاليا انا اخذت الجرعة الاولى وان شاء الله منتظر الجرعة الثانية ان شاء الله. بمجرد إظهار زبون المقهى صورة للبطاقة التي تؤكد حصوله على التطعيم يحصل على قدح قهوة مجاناً، حيث يقول صاحب المقهى أن المبادرات التوعوية ضرورية جداً في الوقت الراهن مع انتشار الإشاعات التي تشكك بفاعلية اللقاح. احنا بالمقهى عملناها لأن تعرفين المقهى ثقافي وارتادوا أكثر أغلبهم فنانين ومثقفين وإعلاميين، وهو هذا اللي يعني المفروض بدورهم هم يتقفون على اللقاح. واحنا بالمقهى عملنا على انه نقدم فشي بسيط اللي ياخذ لقاح، وبالتاكيد هو شيء يعني تشجيع على مود اللقاح، وشفنا انه صار اكثر من واحد يعني جاب البطاقه وانه انا ملقح ويشرب قهوه، وشفنا اكثر من مطعم حدث نفس الحذو وبدت تكتب قطع وهيك شيء، وهذا شيء مشجع يعني لانه تعرفين ما مستحيل انه تعود الحياه الطبيعيه دون اخذ اللقاح. يعني اللقاح هو السلاح الوحيد امام المرض وعوده الحياه الطبيعيه يعني. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.